ازيكم حبايب قلبي، امهاتي واخواتي واصحابي وبناتي وكل الناس الجميله الموجوده في القناه، كل اخت وكل اخ بحبكم كلكم في الله، ويا رب ما تحرمش منكم ابدا. النهارده بقى هنعمل مع بعض بنطلون، هنتني بنطلون تانيه اسمها بيجا. بيجا والتانيه دي ليها تريكات وليها اسرار. البنطلونات غاليه، حاجه بسيطه ممكن بنعملها تانيه في البنطلون تبوظ البنطلون كله وتخسرنا يعني حاجه كبيره. فتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الشغل بتاعنا ونشوف التركات والأسرار بتاعت الشغل، وأتمنى يا رب كلكم تستفادوا. يا حبايب قلبي بالله عليكم ما تنسوني في اللايك. تعالوا نسمي بالله ونبدأ شغلنا. أول حاجة احنا معانا البنطلون بالشكل ده، بنحطه على البنك، بنفرده كده ونستعدل البنطلون كويس. الشغل ده شغل صنايعية، شغل ناس كده معلمين وناس بيعرفوا الشغل وبيعملوه 10 على 10، مش مجرد ان هما بس بيعملوا شغل كده وخلاص. طيب خدنا العلامة بتاعتنا، طبعا احنا كنا تانيين البنطلون، اللي قدامنا بيقيس البنطلون وبناخد الطول بتاعنا بدبوس كده، وبعد كده على العلامة بتاعتنا بنعلم بالماركة. على وش البنطلون بنعلم كل الأجزاء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سواء مبتدئين سواء محترفين. خلينا نعلم البنطلون كله. علمنا الأول 2 سنتي، ايه بقى الـ2 سنتي اللي علمناهم في الأول دول؟ هنفهم مع بعض كل حاجة. شايفين الـ2 سنتي دول اللي هم عرض البيجة، يعني احنا بناخد الطول النهائي للبنطلون عادي خالص، الطول اللي احنا عايزينه. بعد كده احنا بنسيب الـ2 سنتي دولت اللي هم مسافة البيجة، تاخدوا بالكم عشان ما ناخدش الطول ونرجع بعد كده مش عارفين نخصم ايه من ايه ونعمل ايه في ايه فنلخبط الدنيا. هنفك التانية الاساسية كده بتاعت البنطلون واحدة واحدة. بعد ما نفكها ونفك الحاجة كده بالراحة وبهدوء سواء بقطر او بقصافة زي كده، يعني ايه، اعملوا شغلكم كده واحدة واحدة عشان تطلعوا شغل احترافي وتبقوا راضيين عن النتيجة اللي انتوا عملتوها. بعد ما فكنا البنطلون بنفك كمان الخياطة اللي جوه، يعني بنفك الرجل خالص عشان نعرف نشتغل، ناخد المسافات بتاعتنا صح، ناخد الطول اللي احنا هنسيبه للداخل جوه ناخد الطول صح، فنفك كده الرجل كلها بالكامل، نفك البيجة بتاعتنا ونفك الرجل. البيجة اللي هي التانية المقلوبة لفوق دي، تمام كده. وهنشوف ازاي كمان واحنا بنعمل البيجة دي لو حبينا نعمل تضييقة معينة للبنطلون من تحت، هنشوف ازاي برضو بنرجع المقاس مظبوط. بعد ما فكنا الرجلين بالشكل ده كده، هنبدأ دلوقتي ناخد العلامات بتاعتنا. الـ2 سنتي اللي احنا كنا سايبينهم، سيبنا كمان بعدهم قيمة المسطرة او 3 صوابع زي ما يوسف بيعلم كده قدامنا. وخلصنا كده العلامات بتاعتنا بالشكل ده، الـ2 سنتي بتاعت البيجة زي ما انتوا شايفين قدامك اهو، والمسافة مسافة المسطرة اللي احنا سبناها، ونقص بقى الزيادة اللي احنا مش عايزينها اهو بالشكل ده كده. تمام كده، تمام وزي الفل. نأكد كده على العلامات عشان كمان انا بأكد على العلامة، قلت ليوسف يأكد عليها عشان خاطر تاخدوا بالكوا المسافات اللي احنا سايبينها، الـ2 سنتي اللي هما هيتقلبوا لفوق. تمام شايفين كده اهم بالشكل ده، يعني اول علامة بالنسبة للبنطلون من فوق دي التانية بتاعة البنطلون، والـ2 سنتي اللي سايبينهم دول اللي هما ايه، التانية اللي هتتقلب لفوق. طيب هنا بقى احمد بيشاور لكم ان هو عايز يضيق من تحت الركبة كده، يعني من عند سمانة الرجل بالظبط، يعني حتة صغيرة اللي هيضيقها. ناخد بالنا لما نيجي برضو نضيق البنطلونات، اللي قدامنا بيبقى قايس البنطلون، ولو عايز يضيق اي جزء في البنطلون نركز هنضيق منين لفين، مش اي مكان نضيق كده وخلاص، مش من فوق لتحت يعني، يعني عند الركبه البنطلون كويس مظبوط المقاس مظبوط، فاحنا هنضيق من تحت الركبه بشويه عند سمانه الرجل بالظبط، هي الحته دي اللي واسعه شويه عايزين نضيقها. نيجي كده من فوق على ما فيش ونعمل فالماتوره اللي هي التثبيت بتاع الخياطه، وننزل واحده واحده على سنتي. تمام كده. وبالنسبه للناس اللي اول مره تعمل شغل زي ده، تعلم بالمسطره والماركه. طيب بنجيب الرجلين على بعض ونقيسهم عشان نبدا الخياطه، تبقى الرجل دي زي الرجل دي، ما نعملش واحده ازيد من واحده او واحده اقل من واحده ويبقى الشغل بتاعنا مش مظبوط. ركزوا في الحاجات البسيطه دي بتظبط معاكم الشغل. ونعمل كمان الرجل الثانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ما خلصنا الخياطه بتاعه الرجل، تضييقه الرجل، نعمل بقى حوض الرجل من تحت، نعمله كله اوفر داير ما يدور بالشكل ده. ممكن نعمله اوفر ابيض بيكون افضل طبعا، لكن الخامه دي تخينه فمش هيبان، مش شفافه يعني، مش هيبان منها حاجه من بره، ولا هتبقى التانيه صغيره فالتانيه عريضه برضو الاوفر ده مش هيبان، فعملنا الاوفر الموجود اسود وخلاص. تمام كده. لكن انا عن نفسي بفضل ان الاوفر يبقى ايه، مقارب للون البنطلون، يعني يبقى فاتح يكون احسن. لكن شايفين التانيه عريضه جدا، فكده كده مش هيبان ولا البنطلون شفاف، هيشف ايه لون الاوفر.
فبنتني بقى المسافة اللي احنا عايزينها، بس المسافة اللي كان يوسف عاملها من تحت اللي هم الثلاث صوابع او عرض المسطرة، يعني ما تنناش كده ايه اللي هم الاتنين سنتي بتوع البيجة، ركزوا معايا. ونستعدلهم كده بالمكوة، وبعد ما نستعدل بالمكوة بنحط الفازلين العنكبوت او الفازلين الوشين او الدبل فيس زي ما انتوا بتقولوا عليه، اللي هو الفازلين الخفيف اللي بيتلزق بين قماشتين، اللي بيلزق قماشتين في بعض، ودايما ما بيتحطش عليه المكوة، بيتحط بين قماشتين. نشيل كده، ننضف كده الخيط بتاعنا والحاجات بتاعتنا، ونستعدل البنطلون. بنعمل التانية الاول قبل ما نحط الفازلين، نظبط كده المسافة بتاعتنا وندوس عليها بالمكوة عشان نستعدل بس البنطلون، تمام. ويفضل القشطورة دي اللي هي الخياطة تترمي كده ناحية الظهر، بيكون افضل يعني، تمام كده. نستعدل بالمكوة وبعد كده نحط الفازلين. ممكن ما نحطش الفازلين ده ولا نلزق الرجل لان احنا لسه هنخيطها، بس الافضل والامتن والاحسن والحاجة اللي يعني بتبقى تمام للشغل ان احنا نحط ايه الفازلين ده. ونيجي بقى بعد ما نعدل البنطلون من على الوش كده، نبدأ نستعدل المكوة بتاعتنا عشان شغلنا يبقى مظبوط اهو بالشكل الجميل ده. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا. ونبدأ برضو نستعدل من المكوة، واحنا المكوة عندنا كريمة بترش مية كتير ما شاء الله. بعد ما خلصنا كده المكوة واستعدلنا البنطلون والدنيا تمام زي الفل، نشوف بقى الاتنين سنتي دولت هنعمل فيهم ايه. هنيجي نقلبهم على فوق كده، فده كده الطول النهائي عندنا البنطلون، والتانية بتاعتنا البيجة مظبوطة وزي الفل. ونستعدلها برضو بالمكوة قبل ما نخيط على المكنة وقبل اي حاجة، ولسه في برضو تركة الخياطة على المكنة هتشوفوها احنا بنعملها ازاي، عشان مش عايزين طبعا اي خيط يكون باين من على الوش والشغل بتاعنا يبقى تمام وزي الفل. نستعدل كده بالمكوة، واي حاجة ما خدتوش بالكم منها في الفيديو قولولي، او راجعوا الفيديو مرة كمان ممكن تفهموها اكتر، انا بدقق قوي في الشرح على قد ما بقدر. تعالوا بقى نشوف الخياطة على المكنة هتبقى ازاي. شايفين التانية بتاعت البيجة دي معمولة ازاي؟ احنا هنخيط من جوه، بس عايزين الخياطة ما تبقاش باينة، يعني تبقى قريبة شوية للكسرة بتاعت المكوة بتاعت البيجة كده من جوه، شايفين كده؟ يبقى منها الخياطة والتانية بتاعت الرجل متينة وكويسة ما تفكش، وفي نفس الوقت الخياطة دي ما تبانش من بره، ما تبانش من على وش البنطلون، تبقى من جوه كده مستخبية، خياطة سحرية. نشطب كده الخياطة بتاعتنا، وبعد ما نشطب هنشوف بقى هنخيط ازاي على وش البنطلون. شايفين الخياطة من جوه نظيفة ازاي مش باينة؟ لما نيجي نقلب كده التانية دي مش هتبقى باينة، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. نيجي بقى على خياطة الجناب كده، تمام، ندي ايه في المطورة اللي هي التثبيتة عشان خاطر البيجة دي ما تقعش كده لتحت من على الوش كده، عند الخياطات بتاعت ايه خياطة الجنب والخياطة الداخلية بتاعت البنطلون، على خط الخياطة كده نعمل في المطورة دي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله جميلة قد ايه ونظيفة وزي الفل ما شاء الله. اتمنى يا حبيبي تكون كل لحظة في الفيديو انتوا استفدتوا بيها، وانا بستعرض معاكم الشغل اهو بوريها لكم. واتمنى طبعا ما تكونوش يا حبيب قلبي غالية نسيتوا اللايك، واي حاجة عايزينها اكتبوها في الكومنتات انا ان شاء الله اقدمها لكم. بحبكم جدا في الله، ويا رب ما تحرمش منكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.